قصف مدفعي تركي. تقول وحدات حماية الشعب الكردية إنه استهدف قرى حدودية في منطقة عفرين، أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين. ورغم أن تركيا قالت إن القصف جاء ردا على مقتل أحد جنودها برصاص قناص، إلا أن وحدات حماية الشعب توعدت بالرد على هذا القصف. روسيا التي باتت تدعم الأكراد أرسلت بعد هذا القصف قوات إلى الخط الحدودي في ناحية جندريسة التابعة لعفرين. وتمثل عفرين وغيرها من المناطق الحدودية التي يسيطر عليها الأكراد مصدر قلق للسلطات التركية. قلق زاد بعدما تناقلته وسائل إعلام عن اتفاق بين روسيا وقوات حماية الشعب الكردية لإقامة قاعدة عسكرية في عفرين. أنباء سارعت موسكو بنفيها، موضحة أن مركز المصالحة الروسية في سوريا سينقل من حميمين إلى قرب عفرين لمنع انتهاكات وقف إطلاق النار. ويحاول الأكراد الربط بين ثلاث مناطق كردية متصلة تمتد من ريف الحسكة أقصى الشمال الشرقي مرورا بتل الأبيض إلى عين العرب كوباني وصولا إلى عفرين في الشمال الغربي. بشاير المطيري، العربية.